السلام عليكم ومرحبا بكم في توك شو التفاعلي الجديد جنتين جينيراسيون العشرة، برنامج الشباب اللي كيفكر عاد كيهضر، ماشي كيهضر عاد كيفكر. فعناوين هذه الحلقة الأولى من الحلة الجديدة ديال جينيراسيون نيو جينيراسيون 10، عندنا ضيف الحلقة هو الفنان والممثل حميد الحضري. موضوع المواجهة أو المناظرة يكون هو واش مسموح للسلطات تستعمل القوة في حالة مسيرة غير مرخصة. فقرة الويبوميتر نهضروا على الظاهرة ديال الشراء لي لايك والشراء ديال لي فيو. معنا ضيف مفاجأة موهوب منتج ملحن مطرب كيلعب 25 آلة موسيقية أيوب المشاطي يلحق علينا في الأخر ديال ليميسيون، وطبيعة الحال آخر البودكاستات اللي مازال ما خرجاش. إذن خليكم معنا. كنقولوا مرحبا بلي جاو زاب، جبنا لكم بلاطو جديد ستيل جديد، واول حاجه غادي نرحب بالجمهور، مرحبا بكم. غنقدم لكم كذلك الفريق اللي يرافقني في تنشيط هذه الحلقه وهذا البرنامج. معايا سناء. شكرا اسامه. انا اليوم وجد لكم جوج ديال لي كرونيك. الفقره الاولى فقره هاشتاغ، غادي نهضر لكم على اضراب الاساتذه المتدربين، والفقره الثانيه فقره الويبوميتر، غنهضروا على الشرا ديال لي لايك اي ديال لي فيو. شكرا لك سناء. ومعنا كذلك سلامور في هاد ليميسيون اللي هو نورس. اخويا انا ما نعرفش ندير هاد الشيء، وانا اقدم لك نفسي ساقول الشعر فهمتيني. انا نقول بيوغرافي مكتوبه بالسلام للضيف ديالنا ولا الضيوف اللي يجيو ان شاء الله، ونتمنى نكون على حسن الظن. قلت مقادة. برافو، انت قلتها تقريبا حسنة فينالمون. اي شويه هي بلونجلي بلونجلي. ولي رحبوا كذلك بالضيوف اول مشاركين في اول مناظره ديال جنتين. معنا غسان، مرحبا بك. شكرا اسامه. قدم لينا نفسك. غسان بن الشهاب، كنشتغل في ميدان التواصل الاجتماعي، ملعب بهذا الميدان بزاف، و جو سوي ان تي بو انكاجي في سكي سوسيال اسوسياتيف. فرحان ان نكون معكم اليوم. مرحبا بك. مرحبا بك غسان. معنا كذلك كريم. شكون هو كريم؟ كريم 26 سنه من الرباط، حاصل على ماستر في ماركتين، وحاليا اعمل في ميدان ديال التامينات في اطار ما يعرف بترحيل الخدمات او الاوفشورين. مهتم بالسياسه، نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه فيسبوك وتويتر. وجدتي المواجهه ديال اليوم؟ واجد بعد الاخ النشيط نصير. الله يخلينا كلنا ناشطين. وباش نزيدوا ننشطوا هذه الحلقه وهذا البرنامج، غادي نعيطوا الضيف ديالنا واللي هو الفنان حميد الحضري. مرحبا بك سي حميد. بارك الله فيك اخي. صافا كي داير؟ الحمد لله. مدخن؟ مدخن الحمد لله. راك زاز مع راسك. الله يحفظك. فحالك زاز نيس. انا بعد جينا اللي الحايه اللي دافع عليا. والله الا لا انت فوتيني اخي. واش شويه والله الا فوتيني. الصبر ولونجلي حق واحد الوقت كانت عندي اللحيه قد داير. عاقل عاقل. والله تصور تبارك الله قبل ما تصور الفيلم ولا ديك الوقت. هو انت كتهتم بزاف بالمظهر بليماج طبيعي، لانك فنان. شكون اللي كيتكلف بالستيليزم ديالك بالكوافور ديالك؟ الوغ بعدا بغيت نعمل تحيه للكوافور ديالي اللي هو جمال الهراس واللي كاين في الرباط. دونك سي ان تري تري بون كوافور والله الا واعر. الله وشوف يمشي لنا ورا. كيبغي انا اللي كيعجبني فيه هو انه كيبغي لو ميتي ديالو، وكيعمل كيخدم بقلبه، كياخذ الوقت ديالو كامل باش يخرج احسن حاجه. دونك ميرسي جمال. كيخدم بزاف مع لي زارتيست. كيخدم مع بزاف لي زارتيست. وي اول حاجه حميد، عطينا التعريف ديالك العشرة 10. صافي قلت لي نعطيك التعريف نجبد لك لاكارت. التعريف لا لا انا كنعرفو راك معروف. الوغ العشرة كنظن بان ملي كتقال هاد العشرة كتقال طبعا كنعنيو بها ديك العشرة اللي هو في كامبو الكره، مي يعني مجاز. دونك العشره في كامبو الكره هو لو مونور، يعني اللي كيخطط واللي كيفكر واللي كياخذ الانيسياتيف باش انه يبدا الهجوم ولا هذا. دونك العشره في المجتمع حتى هو غادي يكون لو ليدر،
يعني اللي هو اللي نورمالمون كيهز المشعل ولا كيجر لا لوكوموتيف، مي خصنا نعرفوا بان العشرة بوحدو في كامبو ما يقدر يعمل والو. دونك العشرة خصو ضروري يقول خصو يقول نو مي سي فري سي فري سي فري كو في المجتمع كل واحد عنده الدور ديالو. سي فري كو كاين دي ليدر خصهم يكونوا عندنا دي ليدر، خصهم يكونوا عندنا دي ليدر، وديك لي ليدر خصهم يكونوا كيعاونوهم ناس اخرين. ما كيعنيش بان لو ليدر هو الاحسن، ولكن المجتمع عايش بينا كاملين وبلي زيفور ديالنا كاملين. اذا كانوا دي ليدر خصنا نعاونوهم، ولا كانوا في المستوى خصنا نكونوا وراهم ونعاونوهم. بحال اللي في كامبو الكره العشره كنعاونوه الدفاع كيعاونوا البول كيعاونوا احنا الكول انيستا. التعريف ديالك العشره بالنسبه لك غسان؟ العشره شي حاجه تعني لك شي حاجه زوينه اللي كتعطي قيمه اكثر للشخص وعلاقته بالناس، لان العشره واحد النعت اللي كيعطيه لك الناس. دونك انت في عيني الناس شي حاجه مزيانه، شي حاجه مزيانه اللي ما كانتش بوزيتيف بيان سور ما غتكونش في عينيهم العشره، لان العشره في شي حاجه نيجاتيف كيسوى الزيرو. شوف ما قلت حتى شي حاجه. انا اقترحت الطريقه ديالك العشره اسبيريتيري العشره تبارك البيوت تلعب مزيان. كريم بالنسبه لك انت العشره هو الشخص اللي عنده القدرات انه يكون قائد في واحد المجموعه، اللي كيكون كما كنقولوا كابابل، عنده الاليات باش انه يقدر ياثر في واحد المجموعه، يقدر يكون قائد ديالها ولكن ايجابيا. هنا كاين اللي دار السلبي وكاين اللي دار الايجابي، حنا كنهضروا على القائد الايجابي. اذا هو الشخص اللي عنده بحال تاثير ايجابي على المجموعه ديالو، اللي كيثقوا فيه ولا كيعولوا عليه في لا بريز ديسيزيون اتخاذ ديال القرار. باينه وجد مزيان، وجد القدرات الحواريه ديالو، جاب معاه هاد الموهبه. حنا عندنا نيميرو 10 نتايا بطبيعه الحال، ونيميرو 9 معنا النورس. وحنايا اصلا عندنا 10 ديال الفقرات في البرنامج، وغادي نبداو مع اول فقره واللي هي فقره السلام. كنديروا البورتري ديال الانفيتي بطريقة السلام بطريقة النورس. بسم الله نتمنى نكون موفق. بسم الله والصلاة على النبي. نبداو أول حلقة جينيراسيون تان معاك أنت يا صاحبي. سيداتي أوانيسي سادتي، تصفيقات حارة الحميد الحضري. سلام ربي في اللون، تزاديتي كبرتي وحبيتي المدينة شفشاون. في بحر الفن أنت عوام، ممثل مسرحي سينمائي مغني فاعل جمعاوي، نسر في السماء حوام، خريج لسكا اول يا شهم، على ما حساب ما برققت كنت بغيت تخرج رياضي عظيم. حبيتي المغنى كما حبوه تا هما، واسستي انت وشي دراري واحبت شوقي الجروب بالوما. مثلتي فيلم الرجال والبحر، وقال حنت شفشاون ما فيهاش البحر. وصلتي النهائيات ستار اكاديمي المغرب، وهزيتي الدرابو بالستيل ديالك العجيب الغريب. واخيرا الهيت القديم درتي له اوف، وبديتي هيت جديد درتي له اون. شفنا بعد السهرات وكل كطوف مع الجروب ديالك مازاغون. سيداتي سادتي سنقدم لكم حميد الحضري مؤسس جمعيه الما. انا انتهيت وانت اليك الكلمه. كيزاك النور تبارك الله عليك. انا بحب كتبتها بحب، هذا خصني نلحن هذه. الله يعطيك الخير تبارك الله عليك. اول حاجه بغيت نقول لك شكرا. الله يعطيك الخير. ثاني حاجه بغيت نقول لك تبارك الله عليك على انك قلتي كل شيء تقريبا ولخصتيه في قصيده صغيره بالقافيه وبكل شيء. الله يعطيك الخير. ثالث حاجه يمكن واش تقدر تعطيني هذا الكلام هذا المجنون؟ الله يعطيك الخير العزيز. هادشي تكتب بحب ملي تكون حاب واحد الفنان، ونتمنى نحبوا زعما كاع الفنانين ماشي واحد من دون الاخر، تيكون الابداع، تيكون شويه الابداع. بارك الله فيك. نتمنى تقبلوا على انه ابداع ماشي غير لا لا خبط و والله الا ابداع عجيب وغريب. عنده الحق في كاع المعلومات. عنده الحق في كاع المعلومات. ما فهمتهاش هذيك القضيه ديال اون اوف ديالاش؟ لا هو قال هو عمل اون باش عمل الستيل القديم اوف، وعمل الستيل الجديد اون، وخدا مع الجروب ديالو دي توف الجروب اللي هو مازاغون. برافو
تبارك الله على النورس. انا بغيتك تعاود لي هذيك ساداتي انيساتي. اوانيسي ما عرفتش شنو اوانيسي. اوانيسي زعما يا جمع الانيس ولا تيقولوا عندك يكتشفوا شنو قال تذكر في اللغه العربيه اوانيسي يمكن جمع تكسير ديال انيسه. جمع شنو هو؟ تكسير. يا سلام استاذ اللغه العربيه. اه كاين الجمع مذكر سالم اللي هو انيسات وكاين جمع تكسير اللي هو اوانيس. يا سلام الله اعلم. ردك ردك حتى الجروب ديال بالوبا ما عرفتش واش تفكر شويه. بيان سور بيان سور جروب بالوبا واحد الفتره جميله بزاف الحياه ديالي واللي ما تسالاتش حيت حنا ديغنيغمون رجعنا مع بعضياتنا وتلاقينا وكنا مع احمد شوقي في ليميسيون ديال تغريده وخرجنا اغنيه اللي كتهضر على هاد فعلا على باننا ما تفارقناش وباننا حنا باقيين صحاب مع الصديق ديالكم اسامه. مع الصديق ديالي اسامه اللي هو دابا بروديكتور ديالي اللي كنتعامل معاه دابا ومع الشركه ديال كابيلا برود اللي كاينه في اسبانيا مع اقبال واللي كنوجدوا شي حاجات جدادين كنحاولوا نوجدوا ان ستيل جديد ان شاء الله غادي نفاجئ به الناس اللي كيعرفوني دونك اللي كانوا كيعرفوني في واحد الستيل غادي يشوفوني في ان ستيل جديد دير اون اوف واحده اخرى دونك هذاك الشيء ملي قال هذا سما امبرسيوني انه قال دار الستيل القديم اوف والستيل حتى معلومه هذه ما عرفها حتى شي واحد وهو بحال اللي طاحت على ما عرفتش بحال اللي عرفها ولا عقبها تيبان لك بنادم متى تتبعوا تشوف شوف ما تعرفش واحد تبع له يتصور وصلنا الخبر انك توجد الجديد مع فرقه مازاغو وتكون شي ريبريز سبيسيال ديال اغنيه اسبانيه اكزاكتومون الوغ من بعد 2015 اللي دوزناه واعر بزاف مع مازاغو عملنا بزاف ديال الكونسيرت شاركنا تقريبا في لي فيستيفال الكبارين ديال المغرب كامل دوزنا دي مومو انوبليابل مع خوتي صحابي مازاغو اللي جروب واعر بزاف واللي تمتعت معاهم هذا العام واللي كنحييهم من هاد الخانات دونك كنوجدوا من بعد ما تطرقنا نديستيل ميوزيك ماروكان ديفيرون دابا حاولنا اننا نخرجوا شويه ونديكوفريو ستيلات جدادين في لا ميديتيراني دائما ومشينا دابا اسبانيا وتلاقينا بلو شونتور اسبانيول خوسي الفرانتيس سميتو خوسي الفرانتيس كيقولوا له الفرانسيس جوزي لو فرونسي جوزي لو فرونسي كيقولوا له الفرانسيس حتى هو كيهضر بالفرونسي ويمكن هو من الجنوب ديال فرنسا المهم ميلونج دونك هو يمكن ما معروفش بزاف عند الجمهور المغربي ولكن الاغنيه ديالو اللي خدمنا عليها واللي عملنا لا ريبريز معروفه بزاف اللي هي فويرا ديمي فويرا ديمي واللي كانت باعت دي مليون اي دي مليون دو ديسك دونك تلاقينا معاه وعملنا معاه اون فيزيون هاد لا فيزيون عطات واحد الاغنيه جديده ارانجمون جديد وفيه كيتلاقاو ثلاثه ديال الثقافات اللي هما الثقافه العربيه الثقافه الامازيغيه والثقافه الاسبانيه كيتلاقاو فيها دي انسترومون ماروكان اي دي انسترومون اسبانيول دونك سا في بليزير دو فير هاد لي فيزيون فحال هادو سي ليشانج اونتر لي بوبل اي فحال اللي كنقولوا في الموسيقى وفي الفن ما كاينش لي فرونتيير ما كاينش الحدود اي دونك جيسبر اغنيه في الافرانتاش تكون فيها شي فرطه لا لا كل انجح جيس زعما النجاح لا 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 حنا كنبقاو دائما في لامور وفي السلام والميساج باين وكنتمنى ان وصلني الاخبار حامد الحضري انك كتوجد تعامل مع مسلم كاين هادشي كاين هادشي سكوب هذا سكوب فعلا انا ومسلم صاحبي مسلم ديجا بعدا مسلم غني عن التعريف ومسلم واحد الفنان اللي كنحترمه انا بزاف واللي كيعجبني بزاف الميساج ديالو الطريقه ديالو كيفاش كيكتب وكيفاش كيغني والفلو ديالو زعما سي 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 بغيت تبدلوا البلايصه النهار صاحبي تنعبر خليني راه الحياه دابا دونك انا نقدر نقول لك بان مسلم حببني في الراب حتى انا ما كنتش كنسمع الراب بزاف ولكن ملي سمعت لي شونشون ديال مسلم الواله اللي خرج قلت سي بو سي جولي عجبني الطريقه كيفاش كيكتب كيفاش كيغني الفلو ديالو الصوت ديالو لو شوا ديال لا ميوزيك دونك وتلاقينا وتعرفنا وتصاحبنا وسي كيلكان دو تري جونتي دو تري امبل دونك كنسلم عليه من هنا تبارك الله عليه زعما والله العظيم سا مو في بليزير اي سا مونور انني نعمل مع ان ديو اي هذا الديو هذا جا في واحد الاطار في واحد لا كولابوراسيون ديال مع المخرج والممثل ايوب ليوسفي اللي كيعمل التجربه ديالو الثالثه في لي كور ميتراج ان كور ميتراج كيهضر على واحد الموضوع اللي هو مزيون بزاف اللي هو كيهضر على الحب ديال واحد الطفل اللي باغي يمشي يتفرج في السينما وما قدرش يتفرج في السينما وعانى انه باش يوصل تما دونك سي سي ان بو ميساج وغتكون الاغنيه غتكون في الجينيريك وغتخرج في لا فان دو مارس ان شاء الله غتخرج افيك ان فيديو كليب ان شاء الله وايوب اللي ديجا لعب معكم في واحد من لي كليب
ايوب لعب معنا في لو كليب ديال العلوى واللي كان معايا ممثل في الف ليله وليله. من انتاج ميديا ان تي في على ديك الكليبات. شنو رايك في الكليب ديال حاتم ايدار الجديد؟ حاتم ايدار ماشي حاتم عمر. لا حاتم ايدار. واش غادي نقول لك؟ هي صعيب نجاوب على هذا السؤال. علاش؟ اولا انا كنحترم اي فنان وكنحترم لو شوا ارتستيك ديالو وما كنقدرش نحكم عليه الا ما كنتش في بلاصتو. دونك هو يمكن عنده ظروف ديالو عمل داك الشيء. بالحقيقه شخصيتي انا الا قلتي لي واش تعمل ان كليب بحال هذا كنقول لك انا ما نعملوش لانني كعشت في واحد عشت في واحد المحيط اللي هو شويه محافظ وكنعرف بان المغاربه واللي انا كنغني اصلا المغاربه ما كنغنيش ما كنغنيش زعما الناس اخرين كنغني بلادي كنغني المغاربه كنعرف بانهم يمكن كاين شي مناظر اللي كي اللي 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 كت اللي كتقيسهم واحد شويه كيختشوا الحياه. دونك اون بو ايفيتي لا في السينما ولا في لي كليب ولا هذا اون بو ايفيتي دي شوز كوم سا. زعما ماشي ضروري نبينوا الجسم ديال واحد المراه ريان وهذا. كاين شي مسائل اللي نقدروا لا سي فري سي فري والله الا كاين شي مسائل نقدروا نبينوها بلا ما ندخلوا الموضوع فاس. دونك انا ما غاديش نعطي رايي على الكليب لان هذاك فنان اللي كنحترمه بزاف وعزيز عليا وكيعجبني وميمكنليش نحكم عليه. كنقدر الظروف ديالو. مي الا سقسيتيني انا واش نعمل شي حاجه بحال هكذا كنقول لك لا. واش كنظن داروا على البوز؟ واه شوف يمكن سي با لو شوا ديالو يمكن لو شوا ديال لو رياليزاتور حتى هو كيدخلوا فيه ديال لي بروديكتور ديال ما تقدرش تحكم. فهمتي كيفاش؟ مي يقدر الواحد يعرف تيكون في قال لك الا قلتي العصيده عملي يدك فيها. دونك الا كنت سيدة حاميه عملي يدك فيها. دونك فوالا شوف انا ما عنديش مع لي بريجوجمون فوالا. دونك واخا يعني ما عطيتيش الراي ديالك ولكن يسرتي على الراي ديالك. لا انا كنتحمل المسؤوليه. انا ما نعملش كليب بحال هكاك صراحه. هي ولكن ملي كيكون عندك ان كليب شكون اللي تيختار الافكار وطريقه التصوير نتا ولا حتى كل المخرج؟ واش غادي نقول لك؟ انا لحد الان اون اوتو برودكسيون. دونك باقي ما وصلتش لديك ليتاب ديال انني عندي ان كرون برودكتور اللي غادي يجيب ان كرون رياليزاتور واللي غادي يعمل لي ان كليب زعما اللي هو اللي غادي يختار. اغلبيه ديال لي كليب اللي عملت انا شاركت في لا رياليزاسيون وشاركت في لي زيدي ديالهم. مي ان شاء الله ان شاء الله في لا شونسون اللي كنوجد الصيف غادي يكون التعامل مع واحد المخرج كبير ان شاء الله. ما بغيتش نقول سميتو ولكن معروف بزاف معروف في المغرب. دونك غادي يكون التعامل معاه ان شاء الله وجيسبيغ كو هادشي كامل اللي كنعملوه باش اننا نحاولوا نزيدوا نوصلوا للجمهور ديالنا وان نرضيوها ونعطيوها شي حاجه اللي تعجبو ان شاء الله. شكون هو المخرج؟ غيقدر يعرف. معروف 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 بزاف ميديا معروف معروف. واخا كان عطيتك فهمنا انا والله تاسم. واخا شكرا. واخا دابا انت عندك عندك مع السياسه ولا ما عندكش معها؟ طبعا عندي مع السياسه. داكور حيت الموضوع اللي نهضروا فيه مع سناء والفقره ديال الاشتاغ. فقره الاشتاغ اليوم غادي نهضروا فيها كيف ما قلتي اسامه على اضراب الاساتذه المتدربين. فكلنا كنعرفوا كلنا تبعنا القضيه ديال اضراب الاساتذه المتدربين اللي مازال تتعرف رد فعل كثيره في الشارع وفي المواقع الاجتماعيه. فهذه القصه كنذكروا انها بدات هذه اكثر من 3 شهور ملي خرجوا الاساتذه المتدربين للشارع وطالبوا باسقاط جوج ديال المرسومين اللي متعلقين بفصل التكوين عن التوظيف ومتعلقين كذلك بتقليص المنحه الشهريه. فشفنا ردود فعل كثيره كيف ما قلت وكانوا بزاف ديال لي اشتاغ من بينهم لا للمرسومين كلنا الاساتذه المتدربون مظاهره امام مقر البرلمان تضامنا مع الاساتذه المتدربين اجي تفهم مشكل الاساتذه المتدربون وما تقيش استاذي. وبالطبع غادي نهضروا على لي ديتاي. عرفتك واحد الاشتاغ صغير هذا ديالي هذا بعيدا على هذا ديالنا ديال ليميسيون. دونك التفاصيل غادي نعاودوا نتكلموا فيهم مع كاسامه وفقرات زابين. هذاك الشيء اللي كاين سناء. نشكرك نورس هذه ترجع في الاخر ديال الحلقه باش تقول لنا كيفاش دزنا كيفاش دازت الحلقه بالنسبه ليك ونخليكم مع هذا الزابينغ. التحقت بنا خبيرة التواصل ليلى نعيم. ليلى مرحبا بك. شكرا سناء. شكرا أسامة. مرحبا. إذا ليلى غادي تكوني معنا حكم اليوم في لو ديبا ديال اليوم. ياك أسامة؟ هي الكوتش ديالنا وهي الحكمة وهي واش ممكن تعرفينا بنفسك أكثر أستاذة ليلى نعيم؟ دونك أنا أستاذة باحثة في مجال التواصل العلاقاتي وكوتش معتمدة دونك مدربة معتمدة في مجال التنمية الذاتية.
مرحبا بك ليلى نعيم. إذن بطبيعة الحال هي عطات توجيهات ونصائح لدو ديباتور قانون المشاركة في المناظرة أو المواجهة، وتبعثوا لنا فيديو فيها دقيقة فقط وتعبروا على آراء ديالكم والأسلوب ديالكم في الخطاب على موقع ديالنا جنتين.تي في، على هاشتاغ جنتين، وعلى ميديان.تي في.كوم. والفيديوهات اللي حصلت على أكثر ديال لي لايك هما اللي نعرضوا على الناس اللي داروها ويكونوا معنا ديباتور. الموضوع ديال اليوم أول مناظرة ديال جنتين هي الموضوع هو واش مسموح للسلطات من القوة في حالة مسيرة غير مرخصة أم لا. معنا غسان وكريم، عندكم 30 ثانية لكل واحد كمقدمة، من بعد عندكم جوج دقائق باش تبلوروا الأفكار ديالكم والآراء ديالكم. المهم هو الطريقة والأسلوب، ومعنا الحكمة، وفي الأخر عندكم 30 ثانية لكل واحد الفينيش أو الضربة القاضية. تصفيقات عليهم، تشجيعات عليهم. غادي نبداو من ليمن مع ديالنا مع غسان كمقدمة. 30 ثانية بسم الله توكلنا على الله. 3 2 1 بسم الله. طبعا شفنا مواقع بالنسبه للاساتذه المتدربين، اتفقنا معاهم ولا ما اتفقناش معاهم كتبقى وجهات نظر خاصه، ولكن اظن ان المتتبع اللي كيشوفونا والاشخاص اللي كيشوفونا والشباب سورتو كيعرفوا بان استعمال القوه احيانا يولد اشياء اللي غير مرغوب فيها، ونحن نتضامن مع الاساتذه المتدربين طبعا لانهم يقدروا يكونوا فيهم خوتنا ويقدروا يكونوا فيهم اشخاص اللي كنبغيو. وطبعا هادشي كامل باش نهضروا بس الوقت تسالس 30 ثانيه ماشي مشكل، مازال الصوت ثاني ومازال بيلانتيات تاعهم. ندوزو دابا 30 ثانيه المقدمه ديال كريم. 3 2 1 بسم الله. حنا في دوله سميتها المغرب، دوله ديال الحق ودوله ديال القانون. الا كنا غادي نقولوا حنا بغينا الحريه، بغينا نديروا اللي بغينا، بغينا نخرجوا، بغينا نديروا، غادي نوليو في واحد الحاجه سميتها الفوضى. الا بغينا نظهروا من حقك تظهر دير اللي بغيتي، ولكن في اطار القانون، والقانون واضح. خذ ترخيص ديالك وعرف كيفاش تظهر وما كاينش اللي غادي يوصلك. القوات ديال الامن كدير خدمتها، كتحاول انها تامن ما امكن هذه المسيرات ودير خدمتها، وان ما داكشي ما يخرجش على الاطار غير المرغوب فيه. لذلك خصنا نحترموا القانون. واخا سالت 30 ثانيه ديالك وتسالت الجمله ديالك حتى هي. دابا ندوزو الصوت الثاني وبدينا مع غسان، دابا نبداو معك كريم. عندك جوج دقائق باش تبلور الافكار ديالك وديفلوبيها وتعطي امثله والتعليل ديالها. جوج دقائق لكل واحد. اذا 3 2 1 بسم الله. كما قلت في المقدمه ديالي، ملي كتكون عندنا دوله محكومه بالقانون نقدروا نمارسوا الحريات ديالنا في اطار هذا القانون هذا. ما وقع مؤخرا للاساتذه المتدربين مع كل احترامي لهم، لان عندي اصدقاء العائله، ولكن الراي ديالي كيبقى هو هو. خصنا تطبيق ديال القوانين. كاين ظاهر اللي معروف اللي فيه 4 ديال الفصول اللي كتاكد على ان الخروج والتجمهر محكوم بقوانين. ما حدث مؤخرا كيثبت بما يدع مجال للشك ان قوه الامن طبقت القانون بحذافيره، اذ ان الضابط اللي كان مكلف قوه الامن اللي كانت مكلفه بحراسه هذه المسيره او التدخل فيها عطاهم انذار 3 مرات، وهذا الشيء اللي كينص عليه الفصل القانوني، هو الفصل 19 من هذا القانون هذا. دونك ملي كيعطيهم انذار وهما خرجوا للشارع العام، اي تجمهر في الشارع العام وما تيكونش عنده اولا رخصه، ما كانش عندهم ترخيص، اذا حتى هذا كنأثر بزاف على هذه المسيره هذه. ثانيا على انهم رفضوا انهم يخرجوا من الشارع العام، والحريه كتوقف ملي كتقيس الحريه ديال الناس. كاين الناس عندهم خدمات ديالهم بغاو يمشيو يديرهم، ما يمكنش انك تجمهر وسط الطريق وتقطع الطريق والناس بغاو يمشيو يخدموا. اذا اللي بغى يدير مسيره، اللي بغى يدير احتجاج، يمشي عند السلطات، يمشي للولايه ياخذ الرخصه ديالو، وقوه الامن غتكون معاه وماشي ضده. وشكرا. واخا ما استعملتيش جوج دقائق كامله، تقدر تكون هذه القضيه مزيانه ولا سلبيه. دابا نشوفوا هذا الشيء كامل. الحق في الرد والصوت الثاني مع الكلمه الان الى غسان. 3 2 1 بسم الله. طبعا كنحيي كريم على الحماسه ديالو في الهضره، ولكن انا اليوم اللي باغي نهضر عليه هو ان المنطلق اللي نطلق به هو اللي هو الظاهر. الظاهر يتحدث عن الحريات العامه، يؤثر بمجموعه المساطير، ولكن اليوم النقاش ماشي هو واش هاد الناس كان عندهم ترخيص ولا ماشي ترخيص. لان واحد المعلومه خصك تعرفها سي كريم، هو ان على المستوى العالمي، المستوى العالمي معلومه هو ان مجموعه ديال الاشخاص اللي كيخرجوا يحتجوا ظهرات هاد التله من الاحتجاجات اللي كتكون غير مؤطره بالقانون، ما عندهاش علاقه بالقانون، ما كيكونوش هيئات، ما كيكونوش نقابات، اذا كيخرجوا باش يطالبوا مجموعه مطالب. اليوم الدوله كتعامل معاهم على حسب الطبيعه ديال الحدث اللي وقع. اليوم النقاش الذي يجب ان نناقشه نقاش واضح هو حريه التعبير السلمي. انا يمكن نعطيك حريه التعبير باش تهضر باش تحتج، ولكن حتى بالنسبه لقوه الامن انا نختلف معك شويه، لان المنع
ماشي هو بعض المرات العنف، لان القوه بعض المرات ماشي هي العنف. لان اليوم اللي شفنا في المسيره اللي وقعت، انت عطيتي مثال يمكن بمدينه ولا بجوج، ولكن مجموعه ديال الصور اللي بينوا ان هاد الاشخاص الطريقه باش تعنفوا هي طريقه جد جد قويه. اذا اليوم النقاش الاعمق اليوم اللي خصنا نهضوا، واش السلطات من كتكون كتفض واحد ولا من كتدخل، واش بغرض فض الاعتصام وتجمهر ولا من غرض الضرب؟ الا كان غرض الضرب راه باين، الضرب راه تيبان، ولكن اذا كان من الغرض ديالو هو فك التجمهر، كاين مجموعه الاليات باش يفكوا هذا التجمهر. يمكن مجموعه الناس كيشوفوا في بزاف ديال الدول يمكن يديروا غير الماء باش يفرقوا هاد الناس. انا ما تنبغيش نشوف الضربه في الراس. اليوم الحكومه على ما اظن انها تحملت المسؤوليه، رئيس الحكومه تحمل المسؤوليه، ولكن قالوا غنفتحوا تحقيق. السي كريم فاش غيفتحوا التحقيق؟ غيفتحوا التحقيق في دوك الحالات اللي قلت عليهم استثناءان. اذا استثناءات عفوا، اذا اليوم نقاش اعمق من اننا نقول السلطه خصها دير خدمتها. اي السلطه خصها دير خدمتها، انا مع حريه التعبير السلمي، مع فلسفه حقوق الانسان. تقاضى الوقت. شكرا. تقاضى الوقت، تفيق عليهم بجوجهم. مازال الماتش متواصل، عطيونا الاراء ديالكم على هاشتاغ جنتين على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا عطينا الكلمه كذلك للناس المغاربه، الشباب المغاربه والمغربيات اللي على برا، باش يعبروا على الراي ديالهم في هذا الموضوع في الفقره ديال على برا. كنعرفوا ان كاينه واحد العلاقه تاع ثقه استثنائيه تربط الاجهزه الامنيه والمواطنين المغاربه، لان هذه الاجهزه هذه كتحمي على المواطنين والمواطنات، وكتلعب واحد الدور مهم في استقرار ديال البلاد. ولهذا مثل هذه الصور اللي شفناها كتشوش على هذه العلاقه الثقه اللي كتربط المغربي بالاجهزه الامنيه ديالو. ولهذا يجب أن نتجنب القمع ونتجنب هاد الصور اللي ما عندها حتى مبرر واللي ما كانتش يجب أن تكون. شكرا للغالي من باريس اللي عطانا الراي ديالو في هذا الموضوع. وغادي نتوجه لكم دابا بعض الاسئله، جوج ديال الاسئله، باش نشوفكم واش ضابطين المواضيع والافكار والاراء ديالكم. غسان مثلا قلتي انه كان التعنيف وكان الضرب اللي هما كلمات قويه بزاف، ولكن في نفس الوقت كدوي على استثناءات، علاش كتعمم ومن بعد كتقول غير استثناءات؟ لا اسمح لي يا اسامه، انا ما عممتش، انا وصفت مجموعه ديال الاشياء. انت تقول تعنيف وكنقول ضرب، تنقصد واحد المسيره معينه ولا شيء معين. داكشي علاش انا في خضم الهضره اللي جات عندي انا دافعت على مبدا ديال ان حريه التعبير السلميه، ان الشخص الذي غيخرج للاحتجاج خصوصا الاشخاص اللي كيكونوا حركات احتجاجيه ما اطريش بهيئات ولا بنقابات، هاد الاشخاص هادو حتى حاجه ما كتحميهم، ما كيحميهم لا نقابه لا هيئه لا جمعيه لا حزب. هاد الاشخاص كيخرجوا من اجل تعرف القواعد ديال الاحتجاج السلمي، غير ملي غنخرجوا نحتجوا هاد الاشخاص. هادشي اللي قلت حريه التعبير السلميه ديال اننا نخرجوا وفقا لمجموعه ديال القوانين، مجموعه ديال عاوتاني السلطات ملي كتبغي تدخل. حنا شفنا كاين مجموعه ديال المساطير، كاين بلايص كدار فيهم، كاين بلايص انا ما كنحملش المسؤوليه للامن ولا للمحتجين. كنقول النقاش الذي يجب ان يكون حنا كشباب نناقشوا ليس تحميل المسؤوليه، ولكن خلق نقاش على شنو هو فوقاش يمكن نقولوا ان هذا راه عنف، وفوقاش يمكن نقولوا هذا راه قوه. حنا دابا الناس اللي كنشوفوا ما كنعرفوش يعني السلطه ملي كتستعمل العنف فوقاش خصها تستعمل القوه. هادو اسئله خصنا نجاوبوا عليهم، خصنا نجاوبوا على ان هذا العنف فوقاش خصو يكون، شنو هو الضوابط ديالو. مثلا هضرنا على العنف مثلا بحال الحاله اللي شفنا ديال مجموعه الاشخاص، هادو حالات شاده نعم، ولكن كاينه كيفاش خصنا نحاربوها؟ هذا هو الدور ديالنا حنا كشباب كمجتمع، وحتى على مستوى الشبكات الاجتماعيه خصنا نعطروا النقاش. كنقولوا غسان نعم. كاد المعلم ان يكون رسولا نعم. اذا الاستاذ عنده واحد الوقار واحد الهيبه، واش هذا الشيء كيبرر ليه انه يحتاج كما بغى؟ انا لا اظن ان هاد الشباب ما خرجوش لانهم عندهم هاد الفكره، وما خرجوا يمكن نتفقوا معاهم يمكن نختلفوا معاهم، ولكن خرجوا من اجل واحد المرسومين هما ضدهم، ماشي حتى لديك الدرجه ديال انهم راه خرجوا لانهم هما شي حاجه يعني راقيه في المجتمع. هاد الاشخاص عندهم مطالب خرجوا باش يطالبوا بها، هاد المطالب مشروعه ولا لا تتبقى راي شخصي، ولكن لو كونتر يعني لا رياكسيون كونتر اللي كتكون هي اللي خصنا نناقشوها. يعني خرجوا
انا كنطلب من الاساتذه انهم يخرجوا وما يعرقلوش السير العام كتهرب شويه من الجواب. نعم عطيني السؤال ديالك. السؤال هو الوقار ديال الاساتذه. نعم. كيخول لهم انهم يحتجوا كما بغاو. لا جواب واضح. كريم غادي نتوجه لك انتيا. واش هذا الموضوع كتظن فيه شويه ديال التكتيك وفيه نوايا خفيه؟ طبيعه الحال اصلا هذا الشيء اللي وقع لان المتابعه ديالي لهذا الحدث اللي وقع شفنا بحال هذاك الخروج ما كانش طبيعي. علاش؟ لان بحال كانت السابقه ديال الطلبه الاطباء اللي بواحد القدر قدروا يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو في هذا الاحتجاج ديالهم، خرجوا مطالب ولات مطالب فئويه، وهذا الشيء انا قلتو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي قلنا ممنوع. لا ما يمكنلكش تدخل. كمل ممنوع المطالب الفئويه لان غادي يوليو بحال التفتيس ديال الشعب، كل واحد تيطلب داك الشيء اللي بغى. حنا ما محتاجينش في هذا الوقت باش نتفرقوا، حنا كل واحد نطالبوا بحاجه ديال الشعب كامل، ماشي انا بغيت وانا بغيت. فاش كياخذ داك الشيء اللي بغى كيسكت صافي، خدا داك الشيء بغى كيدخل. كتقول انت يا كريم انه علاش لا يتستعمل شويه ديال القوه باش الا كانت الحاجه غير قانونيه غير مرخصه؟ تخيل معايا انت الوالد ديالك استاذ متدرب متظاهر، واش تبغي انه يتقاس؟ انا كنت عبرت على هذه القضيه، اي واحد كيف ما بغى يكون خارج القانون غيتعاقب، هذه امر واضح. علاش؟ لان فاش الى هذاك الاستاذ خص يعطي المثال، الى هذاك الاستاذ ما احترمش القانون كيفاش غيربي وليدات المغاربه على انهم يحترموا القانون؟ هو خص يكون عنده درايه بجميع القوانين ديالو. واصلا كان معلوم ملي كيجي الضابط ديال الامن، وهنا كما شفنا في الزابين اللي درتو ومشكورين عليه، ضابط الامن هضر معاهم في مكبر الصوت لثلاث مرات كما ينص عليه القانون في الظاهر ديال 1958. كاين هذه القضيه كيعطي ضابط ثلاثه المرات الانذار الا ما بغاوش يخويو الطريق، استعمال القوه ضروريه واجب. واخا لا صافي مازال عندكم 30 ثانيه لكل واحد. تبارك الله عليكم، لا قوانين واضحه. غادي نطلب من الجمهور اللي حاضر معنا، الى عجبكم غسان وقناعكم هزوا لو بوست ديالكم، ديروا لايك، والى عجبكم كريم ديروا لايك. يعني تقريبا نص نص. غادي نتعرفوا على صافا شكي بخيتو شويه بعدا صافا شويه بخير. دابا غادي ندوزو للسرعه النهائيه او الضربه القاضيه الفينيش بيلانتيات. 30 ثانيه لكل واحد. في الاول بدا غسان، في الشوط الثاني بدا كريم، عندك 30 ثانيه ختامه مسك معكم ومع غسان. 3 2 1 بسم الله. احتجاج سلمي حق من حقوق الانسان، حنا متفقين على القضيه، رجل الامن هما خوتنا طبعا، ولكن خاصنا نكونوا واضحين في التعامل ديالنا مع هاد المحتجين. الى خرقوا القانون المسطره واضحه، اليوم خاصنا نعرفوا طريقه التعامل بالقوه، شنو هو القوه وشنو هو العنف، وخاصنا نعرفوا شنو هو الاخلال بالنظام العام باش على الاقل نكونوا مرتاحين من يوقع شي واقعه بحال هكا، ونكونوا عارفين القانون ديالنا المغربي شنو كيعطي. كل التضامن مع الاساتذه المتدربين، كل كسوه كنا معاهم ولا شي معاهم في القضيه ديالهم. تسالى الوقت، شكرا. غادي ندوزو الختام ديال كريم. 3 2 1 بسم الله. كيف ما قلت في المداخله ديال الاولى ديال 30 ثانيه اولا في التعبيرات الاخرين اللي قلتهم، ضروري اي حركه احتجاجيه قبل ما تخرج تكون عندها الضوابط ديالها. بغيتي تخرج مرحبا، بغيتي الدار مرحبا، عرف القوانين ديالك، راه قوات الامن غتكون معك ماشي ضدك. خليتي بالاطار العام ديال هاد الخرجات هذه، غادي توقف في الطريق، غادي تتعرض للتعنيف، وهذا امر وهذا قانون، هذا ماشي اختيار وان ضروره، وبزاف منا خصنا نصيعوا القانون. واخا ساليتي بقات لك جوج ثلاثة ثواني، ماشي مشكل، تصفيق عليهم جوج. تبارك الله عليكم، ماشي اكزيرسيس سهل. غادي نسول الفنان ديالنا حميد الحضري واستاذ الكوتش ديالنا ليلى نعيم، شنو بان لهم في هذه المناظره، في هذه المواجهه، من بعد شويه ديال الاشهار فاصل ومن بعد نواصل. كواليس وبرنامج أسبوعي جديد على قناتكم ميديان تي في، ومن خلاله غنستقبلوا نجوم عالم السياسة، الفن، الاقتصاد، الرياضة، وحتى إلا كان شي حاجة أخرى، وغنتحاوروا معاهم بطريقة ساخرة، كذلك غنشوفوا فقرات وأخبار متعددة. ما تنساوش تتابعوا برنامجكم الأسبوع الجديد كواليس على قناتكم ميديان تي في.
مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من التوك شو التفاعلي الجديد جين 10 جينيراسيون العشرة افيك لي ديباتور اللي تحاوروا وتبارزوا شويه ويضربوا ولكن حاولوا غير يقنعوا سلميا الاخر بالافكار وبالاسلوب وبالطريقه ديالهم. كوتش نعيم غادي تعطينا الراي ديالها والتحليل ديالها على شنو اجرى وكذلك معنا مازال سناء ومعنا مازال الجمهور. تفق عليكم حميد الحضري كيفاش جاك غسان وكيفاش جاك كريم؟ الوغ باش نكون صريح في الراي ديالي هو كل واحد فيهم كانت عنده طريقه ديال الاداء. يعني واحد كيعتمد على المعلومات اللي عنده منظمه مزيان وكيقول تا 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 والاخر كيعتمد بلوس على ليموسيون وعلى الرأفه ديال المستمع. وكنظن بانهم جوج طرق اللي هما خصهم يكونوا بجوج بالنسبه لمحاور. شكرا لك سي حميد. غادي نسمعوا لا سبيسياليست الكوتش ديالنا ليلى نعيم الاناليز ديالك التحليل ديالك وتقييمك الاداء ديال غسان وديال كريم. بسم الله عندك الصح بسم الله. دونك بصراحه صعيب باش تحسم ما بين هاد جوج ديال لي كونديدا اليوم اللي شفنا. تبارك الله عليهم جوجهم عندهم النيفو مزيان وبجوجهم عندهم معلومات وجايين زعما تبارك الله عليهم داخلين في الديبا ديالهم. دونك حنا اليوم باش نحسموا بيناتهم غادي نشوفوا غير الطريقه ديال الهضره وديال التلقاء دونك في هاد لو سبيتش. دونك الا خدينا غنبدا بكريم. كريم ملي كان تيهضر الا لاحظتوا معايا ما كانش كيحرك لا يديه لا حتى شي حاجه وكان واقف بحال شي خشبه ولكن كان تيحرك غير راسو. ملي كان تيحرك راسو عيني كان كيشوف في السقف كيشوف في السماء وتيحرك راسو وداك الشيء كان مبلوكي حيت هو حافظ وجاي تيعرض داك الشيء دوك لي تيكست ديالو ودونك وبحال الا زربان خصو غير يمسيسالي داك الشيء ويتسالى. دونك شفناه بالزربه راسو كيتحرك الفوق الجسم خشبه كاين شويه ديال النيرفوزيتي سالى داك الشيء قبل الوقت صافي سالينا تهنينا صافي بون ديبار. الوغ كو غسان بدا في الاول شويه حشمان دونك كانوا عينيه تيشوف في التحت من كان تيهضر وكان شويه الحركات ديالو شويه حشوميه ولكن غير شويه سخن ودخل في لو ديبا وشفنا بدا كيتحرك بدا كيبعد شويه البيبيترو كيرجع بدا كيدور ان بو في كاع جوايه. كانوا عنده نيت واحد الوقيتات واحد الاسئله استنكاريه باش شويه ينيرفي ويديستابيليزي كريم ملي كيكون تيهضر معاه. بغيت بان لينا بانه لا زعما تطلق غير كاين بزاف ديال كاين ليكسبريسيون سادير كاين التعبير كان بزاف ديال التعبير عند غسان كان بزاف ديال التلقائيه كانت الهضره بالدارجه كيسول هادشي كيقولوا هادشي هو اللي كاين تيتحرك دونك الى بلوس دانفلونس. الوغ كو عند كريم كما قلنا عارض جا تيحفظ وصافي تيبقى يسمع ليه. باغ كونطخ انا لاحظت من اسامه بدا كيسول كريم واحد الساعه دونك كريم بدا تيشوف في الفوق باش كيقلب على السؤال مين ما لقاش الجواب ما حافظه ما عنده عليه حتى شي حاجه هو طلق راسو وديك الساعه ولا تيهضر بتلقائيه ولا تيهضر بلا جيستيوال ولا تيشوف فيه ولا كيتحرك واحد شويه وكان حسن صديق كون دار داك الشيء من الاول كان غادي يكون تبارك الله عليه زعما بلوز امباكتون. دونك هذا هو اللي كاين سيتادير كو بالنسبه لنا غسان كان جد معبر كان داخل في لو جو فهمتيني كتحس بداك الشيء شادو في قلبه وباقي فيه الحال وداك الشيء الوغ كو كريم كما قلنا كانت واحد لو ريكول كان واحد لا بريز دو ريكول ودونك جاري تعطينا لي تيكست وداك الشيء كاين هذا النص وكاين هذا النص وكاين هذا النص وسالينا. مهمة أصعب اللي تيهضر في الأول ولا اللي تياخذ الكلمة في الأخير؟ ديما اللي تيهضر في الأول ولا شوية عنده صعيب علاش؟ حيت بحال تنقولوا حنا كيحرقوا راقو حيت كيبدا هو الأول ودونك كيعطي دوك البراهين ديالو الأولين دونك الآخر يقدر يبدا يضرب في كل برهان يستغل وبدا يضرب ليه في كل برهان. ولكن يقدر إذا كان موجد مزيان وعنده ديزارغيومون صحيحين يديزيستابيليزي الخصم ديالو. وي سي حميد ولكن اللي غادي يديستابيليزيه بزاف إذا كان عنده التلقائية ثقة في النفس والطريقه باش كيهضر. ملي كنكونوا في هاد الفصافاس في هاد الطريقه هادي اللي كيلعب هو البسيكولوجيك النفسي هو اللي كيلعب اللي كيربح الديبا هو اللي كان نفسيا ومونتالمون وكان كان حاضر في الديبا وكيخلع الاخر. دونك ملي كتبقى تهضر وعندك الثقه والطريقه لا بالجسد علاش مالو الجسم ديالك انت مالو الجسم ديالك تبارك الله عليك تبارك الله عليك تريني شي مزيان واخا ما بايناش فيك زعما لا الجسد خاصك
ان التواصل راه هو الجسد، راه عندنا 99% غير الجسد هو اللي تيهضر كيعطي لي زيموسيون، اما الـ اما الـ اما الـ الافكار ولا الفيرب راه ضعيف بزاف. حنا راه شفنا كان عنده لي تيكست هو كاع، زعما انت ما كان عندك حتى شي تيكست، كنت انت عاكاز كدوي علينا بداك التعابير ديالك ودوك التجربات اللي شفتي حداك وداك الشيء اللي سامع، اما هو راه كان عنده لي تيكست نو لي با، ولكن هو بلي تيكست ما دابا. اذا في هذا النوع ديال المناظرات من الاحسن نوجدوا ولكن ما نوجدوش كلشي، نخليو واحد لا مارج ديال التلقائيه. استاذ ما نوجدوش كلشي، نقراو 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 بزاف، ولكن تكون عندنا الثقه في النفس ونجيو عندنا سورتو عندنا يكونوا عندنا دوك لي زابتيتود ديال 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 كيفاش ناثر على هذاك اللي قدامي ونستغل نسمع ليه، من يكون هضر نسمع ليه، من يعطي هو شي فكره ندير انا ان كونتر ارغيمون ننزل عليه، ولكن سورتو نخلعو. شكون شكون العشره؟ نقطة على 10 وشكون اللي ربح؟ يلا دونك غسان عنده 8 على 10. علاش 8 على 10 وماشي 10 10 10 على 10؟ لحقيتاش كما قلنا في الاول بدا بارد في الديبا ديالو وما كانوش عنده لي زارغيومون زعما كثار. الوغ بالنسبة لكريم سي دوماج 6 على 10، كانوا عنده لي تيكست كانوا لي زارغيومون ولكن كان ابسون زعما كان الجسم ديالو جسد ديالو التلقائية ديالو ما كانتش، سي دوماج. تبارك الله عليكم وفيليسيتاسيون لغسان. ممكن تشاركوا انتم وتكونوا ديباتور ديال جينتين، كاينين المواضيع على الموقع ديالنا وعلى لاباج فيسبوك ديالنا جينتين، دونك تفاعلوا معنا. كاين الهاشتاغ حتى هو هاشتاغ جينتين، كاين جينتين @ ميديا ان تي في بوان كوم، وشاركوا بالبعث ديال واحد الفيديو الى كنتوا بين 15 حتى 35 سنه، عزيز عليكم الخطابات الحوارات الساخنه والمناظرات، اعطيونا الراي ديالكم عبر فيديو فيها دقيقه ماكسيموم. شكرا لكم تبارك الله عليكم. دابا غادي ندوزو لكل ما هو ويب معك سناء. وي اسامه، وصلنا للفقره ديسكوفر اللي غادي نتعرفوا فيها على جديد الانترنت مع خالد شريف. شكرا لخالد شريف، شكرا لك سناء، انت تبارك الله عليك حامل الحضري متعدد المواهب ومتعدد المهن، ملحن، قائد ديال لابينيا ديال اف سي برشلونه، كدير شويه ديال العقار، فاعل جمعوي، القائد ديال مغني ديال مازاغون، خدام مع راسك. الحمد لله ما حسبناكش. ولكن هذه القضيه ديال العقار ما كايناش. بصح سمعت شي حاجه ما عرفتش. كاين كاين واحد لا ميزون دوت في الشاود ان شاء الله، مرحبا بكم عندي. تحيه ولكن ماشي العقار. انا بغيت نقول لك هذه الهضره لانه نقترح عليك ونقترح على المشاهدين يكتشفوا حتى واحد السيد خدام وكان خدام هذا الشيء كامل مع الروميكس ديال زكريا 36 نكتشفوا. ها؟ لا كنت خدام. كنت خدام. ايوا. يلا عاد كونجي. كونجي كونجي كونجي. لا كونجي حمقتيني دوختيني كنت خدام يا كونجي ديني كاسكي طيديني نفضل ديني القاروني تيا استاذة الله يجازيك بخير وقفتي معي نجي ضروري ان شاء الله نشوف استاذة ونجيب لها كادو كاع كادو يا فينا لا كنت خدام كنت خدام كنت خدام كان خدام اكسيلون ودابا
كونجي. تبارك الله على زكريا ترونسيس كل سيمانه يقترح لنا ريميكس جديد. ودابا ندوزو مع سناء والفقره ديالها ديال الويبوميتر. الويبوميتر اليوم غادي نهضروا على واحد الظاهره اللي ولات متداوله بزاف اللي هي الشراء ديال لي لايك اي ديال لي فيو. كيشريهم لي زارتيست لي ستار والماركات الكبيره. كاين دابا بزاف ديال المواقع اللي تقترحوا هذه الخدمات ويمكن لك تختار حتى شمن بلاد بغيتي تشري لي فان ديالك. كاين في اسيا، كاين في بنغلاديش، كاين في الهند. وفي الهند مثلا كاينين دي غروسيست اللي تيبيعوا لي فوكونت بالجمله ولاو معروفين بزاف وتيحاولوا يديروا دي كونت بحال ديال بصح. كاين واحد مثلا معروف سميتو ديلغادو واللي تيجي في النهار ما بين 30 و 35 كوموند، وكل كوموند فيها ما بين 1000 و 50000 ابوني. تيقول ان اغلب لي كليون ديالو هم دي ميوزيسيان، دي مانكان، دي كوميديان ونجوم الافلام الاباحيه. الله لا كنت نتسنى الكومونتير ديالنا وراسكم كان هنا. ولكن من بين هاد المشاكل اللي كتوقع هي ان دابا كاينين دي سيت اللي يمكن لك تدخل ليهم وتعرف واش لو كونت فيه دي فو كونت ولا يعني دي فو لايك ولا لا. في هذه المساله ديال الشراء لي لايك ولي فيو هذا ولاو دي زونكيت كيدار ولا اي واحد فينا دابا يقدر يدخل ويقدر يدير هذه لونكيت ويعرف شكون في لي ستار اللي عنده دي فو لايك. هاد القضيه اللي قلتي مهمه لان حتى فيسبوك اليوم ولا كيتدخل في هذه العمليه. هذا ميدان الشغل ديالي داكشي علاش دخلت فيه. فيسبوك كيحاول على انه مينيميز لو ماكسيموم هاد القضيه ديال لي بروفيل. كيدير واحد الحمله كي بحال كنقولوا حنا في الزنقه يقلبوك البوليس واش عندك لاكارت لا ما عندكش لا ميم شوز. تيجي تيقول لك واش عطيني ليدونتيتي ديالك باش نعرفك دونك تيحيد. وكاينه نقطه اخرى اللي ما كنعرفش انا علاش الناس غيشريو لي فو بروفيل، واش باش يكون عندهم لي لايك بزاف. وفي الاخر لونجاجمون انت مثلا في المغرب ستار في المغرب وتيكومونت لك واحد في اندونيسيا كيقول لك عندك اغنيه زوينه وما كيعرفش اللغه ديالك. اذا كاين شويه هنا كونتراديكسيون. ولكن واش الفيسبوك هو بوحدو تيقلب ولا تعطيك لي ستاتيستيك بوحدو ولا انت اللي تطلب؟ لا لا هو فيسبوك كيداير واحد لو سيستيم دو سيكوريتي. هذا السيستيم هذا هاد لي فو بروفيل كيبقى يدور عليهم كيطلب منهم مجموعه ديال المعلومات. جوج في المغرب كانت وقعت واحد الوقيته مجموعه ديال الاشخاص طلبوا منهم فوتوكوبي ديال لاكارت ولا الباسبور ولا شي حاجه. اش كتقارن انت فيسبوك مع معايش؟ كتقارن فيسبوك مع الحملات ديال لا حيت كنت في انترنت دارت هذه القضيه هذه وليت نقولوا راه عندك راه وقف عليك فيسبوك شنو بغا بغا لاكارت. نيس راه مقدم عارف كل شيء علينا. درتي شي اونكيت انت يا وي؟ درت واحد لونكيت ودخلت لواحد من هاد لي سيت اللي تيقترحوا هاد الخدمات اللي هو ستاتو بيبل بوان كوم. درت هاد لونكيت بعدا ملي تتكونيكتا تيعطيك نتايا واش عندك دي فو بروفيل ولا لا، وتيعطيك واحد النسبه ديال لي بيرسون اللي عندك اكتيف ولا ماشي اكتيف. في تويتر باغ اكزومبل هذا لو سيت ستاتو بيبل كيعطيك على تويتر. فوالا دونك اول واحد دخلت هو نتايا يا سلام اسامه بن جلول. عطاني شنو قالوا لك عليا؟ مستعد تسمع ياك بغيت تسمع. 30% ديال لي فو 30% غادي نسيبريميهم كامل. دخلت حميد الحضري عطاني 31%. واحد شويه فوالا. ودخلت حتى سعد المجرد لان سمعنا عليه بزاف بالاخص مورا لو كليب ديالو المعلم. دونك سعد المجرد عطانا 30% ديال لي فو لايك. بحالو بحال شي راي وقارن سبحان الله العظيم. انت اكثر من سعد المجرد. اكثر من سعد المجرد دير انفستيسمون اكثر. خصنا ديما نديروا هاد لي زونكيت ونعرفوا واش لي بروفيل ولي لايك ولي فيو ديال بصح ولا لا. وبطبيعه الحال حامد الحضري تكون متفق معايا الانتشار ماشي هو الشهره. لا طبعا لا، ولكن شوف هاد الناس اللي كيعملوا هاد لي زانفستيسمون باش يخدموا ليماج ديالهم ايتو من حقهم، لان دابا الفن ولا بيزنس اوسي. دونك هما كيعملوا هذه الخدمه كي انفيستيو باش يرجع عندهم ان روتور باش يكونوا باش يتشهروا باش يعملوا دي كونسير اي تو. مي سا ريست ان شوا بور شاك ارتيست. انا شخصيا ما كنعملش هذا الشيء هذا. ما عمري ما خلصت شي حاجه في انترنت. بوتيت يمكن يجي واحد الوقت حتى انا نعمل هذا الشيء هذا الا تعاملت مع شي بروديكتور اللي يكون عنده امكانيه انه يخدم لي هذا الشيء هذا. مي جو بونس كو لو بلوز امبورطون انا بالنسبه لي هو ان الارتيست ولا لا ستار ولا سي اون فو دير ستار ولا اي واحد يكون صريح مع الـ مع الـ مع المتتبعين ديالو. يعني داكشي اللي كاين يقولوا. اي ابخي الا انا الا بغاوني 1000 الناس
غنكون فرحان بهم ونغني لهم ونعمل لهم داكشي كامل. ماشي ضروري يبغوني ملايين ديال الناس، مي على الاقل هذيك الفئه اللي غتبغيني انا كنغني لها، وكنغنيها اللي ما كيبغينيش زيدي ماشي كاين حتى شي مشكل. مي مالوغوزمون هادشي ديال الارقام، هادشي ديال الارقام ولا شويه كيغري الواحد. انا الحاجه الوحيده اللي زعما اللي كتاثر فيا شويه هو ان رجعنا كندخلوا نشوفوا شي فيديو ولا شي حاجه كنشوفوا شحال تشاف عاد كنشوفوا شنو لو كونتوني ديالو. الوغ كو كاين دو غران زارتيست في العالم ما عندهمش لي في بزاف، دونك لي في ماشي هما معيار ديال لا كاليتي. الا كنتي زين خاصك ديال الانتشار ولا الشهره، انا كنقول بان لي في ماشي هما معيار ديال لا كاليتي. المهم هو الكيش ماشي الكم، المهم هو لا كاليتي دو كونتوني بور موا بلوس كو لي في. سمحوا لي نزيد واحد الاضافه في مجال التواصل. باغ اكزومبل دابا حنا تنقولوا بان هذا الوقت هادي ماشي وقت لي سمحوا لي نقولها بالفرنساويه، ماشي وقت لي سافوار فير ولكن وقت لي فير سافوار. زعما ماشي هذا الوقت دابا ما تنهتموش بزاف بالناس واش عندهم شي حاجه ما يقولوا ولا ما يديروا، ولكن كنهتموا كيف واش كيقول عباد الله رانا كاين راني حاضر. خصو يبيع راسو، خصو يوري للناس بانه منتشر، وهذاك اللي منتشر هو اللي كيكون عنده السوق، فهمتي؟ والناس ديال جاوبك انا بالفرنسيه فيغ سافوار، فيغ سافوار كوا زعما كو هو راه كاين كو جيكزيست، ولكن فيغ سافوار كوا كاين تو اكزيست، عندك بزاف ديال المتتبعين خصك يكون عندك ان كونتوني. الا بقينا حنا ماشيين في التيار ديال غير خصنا نتشهروا وخصنا نعملوا لو بوز وما نقولوا والو نقولوا زيرو معلومه، فحنا ماشيين في الاتجاه الغلط كنظن. لا انا متفقه معك، سادير من بعد هي كدوي في الميدان ديال التواصل، ديال التواصل مارشي. زعما تي الا كنت عندك لا كومبي وكنت تبارك الله عندك ما يتقال وداك الشيء، ولكن انت ما شهرش راسك وما كتستغلش هاد لي ريزو سوسيو وهاد الشيء بهاد لي لايك وبهاد لي فيو، ما كديش البراندينغ. كنسمحوا حنا البراندينغ فوالا لا اي ريبيوتاسيون لو براندينغ لو بيرسونال براندينغ، دونك ما راك ما داخلش في الوقت. ولكن اسمح لي نسولك واحد السؤال، ما كنظنش بانها الطريقه هذه، ما كنظنش بانها الطريقه هذه، حيت حنا ما كانش عندنا شحال هذه لي ريزو سوسيو وهذا، وكنا ملي كنبغيو شي معلومه كنمشيو نفتشوا عليها، كنت انتريسيو للمعلومه كنمشيو نفتشوا عليها. ما كنظنش بان الطريقه اللي رجعنا فيها بان المعلومه هي كتوصل لنا ماشي مزيانه بالنسبه لنا، لان كتقدر توصل لنا اي معلومه باي كاليتي باي هذا. اسمح لي ليلى نعيم، اسمح لي حميد الحضري، اقترحوا عليكم تمشيو ديباطيو مواجهه 30 ثانية لكل واحد ونجيبوا شي كوتش اخر. نو مي سا في بليزير دو ديباتي افيك ال. موضوع المواجهة. غادي نستغل الفرصة باش نشكرك غسان وباش نشكرك كريم لي ديباتور اللي كانوا معنا. شاركوا وكتفوا المشاركات ديالكم على مواقع ديال التواصل الاجتماعي. دابا يرجع ويخلط علينا النورس وغادي يجي الموهبة الرائعة ديالنا الموسيقي أيوب المشاط. من بعد ما نكتشفوا البودكاست معنا لا كريم دو لا كريم ديال لي بودكاستور معنا كذلك مصطفى سوينغا، ويقترح علينا البودكاست ديال شكون دار البوز، وغادي يهضر على الموضوع ديال تبارك الله على شكون دار البوز مصطفى سوينغا، وتحيه ل ايه كيفاش كيعيطوا لها؟ تبارك الله عليكم. لا ما خصكش تقلق علينا، تنحبوه تنعيطوا له حبا وحبا. تحيه ليه ومرحبا به في جنتين بطبيعه الحال. خلط علينا النورس وخلط علينا ايوب المشاط. مشاط 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 هذه هي سميتك؟ ايوب المشاط. ايوب المشاط الله ينجيك من المشاط هذا. فامال فامال ايوب، انت يا تبارك الله عليك ملحن منتج موسيقي فنان كاتب كلمات. لا كنكتب الكلمات. كاتب كلمات يا سلام. عازف على العود على الجيتار على البيانو الباس لا باتري ساكسوفون اللائحه. كتلعب اكثر من 25 آلة موسيقيه نقولوها. وهادشي كامل ما تعلمتيش مع شي استاذ؟ لا تعلمت في المعهد، تعلمت مع اساتذه مع اصدقاء مع فنانين ولكن جاب يلا ان الاغلبيه ديال لي زانسترومون اللي كتلعب ما تعلمتيهمش مع شي استاذ. لا باش ما نكذبوش على الله، الاغلبيه ديال الانسترومون تعلمتهم راسي مع اصدقاء. هذه كاينه بصح. شنو الانسترومون الاول اللي بديتي به؟ الانسترومون الاول لا فلوت في البريمير، كنا مازال صغار. وقريت في لا بيوغرافي ديالك انك عندك مع العيطه، عندك مع اللاتينو، عندك مع الامازيغي، عندك مع الحساني، عندك مع الصحراوي، عندك مع الجاز الفانك البلوز. كيفاش هادشي كامل؟ لا الجاز شويه رخف عليا حاجه اخرى. علاش رخف عليك؟ واه نكملوا الجواب دابا. جاز صنق شي بيني وبينك. جاز مان
فعلا انا حيت انا كنبغي نستمع للموسيقى كنبغي نكتشف طيور ما كاينش شي اغنيه اللي كنعاود نسمعها اكثر من جوج مرات ابارغي لا فريمون قاسني في قلبي انا كنبغي نسمع كنبغي نكتشف اغاني جداد كنبغي نكتشف مغنيين جداد كنبغي نكتشف انواع موسيقيه جديده وهادشي كامل غير باش دائما ما نملش من الاله ما نملش من الموسيقى ما نملش من العزف حيت قبل من العزف كاين الاستماع وشاركتي بزاف ديال الحفلات في الرباط في قنيطره في المغرب كامل ودرتي حتى واحد الحفل في قنيطره اللي شاركوا فيه سعد المجرد ونبيله معان ودابا كتوجد في البوم ديالك جديد يخرج في فيفريي سميتو صباميت ان شاء الله صباميت اي البوم ديال الجاز وان شاء الله النورس معنا شكرا جاز ان شاء الله النورس يكون من اول المستمعين شكرا جاز الله يبارك فيك كنت تانسبيرا شويه من ستيل ديال ظافر يوسف التونسي من مايلز ديفيس تريو جبران هما كاين واحد حاملي الشعله ديال الجاز العربي ومن ضمنهم ابراهيم معلوف واللي انا شخصيا كيقاسوني بزاف تماما كاين شو ابراهيم معلوف متفقوا كاين هنا ومورا كاين نورس صافي نقول لك نورس جاز لا غير باش نوضح هاد النقطه بالزربه الناس اللي تسمع 25 اله ما تتفهمش هي تتقسم الات وتريه الات نفخيه الات ايقاعيه تجمعهم تعطيك 25 هذا بلا وترى وحده تنزل عليها تحفظها ويدور على الالات بالنسبه لك ايوب تل الفراكه اله موسيقيه الفراكه اله موسيقيه ودايوغ الى جيتي تشوف في البلوز كتلقى الواشبورد شنو بالانجليزيه هي الفراكه يعني هذوك الناس في نوفال اوغليون في امريكان خداو ديك الاله وبدعوا وردوها آلات ايقاع نعم وكتسمع اغاني عندهم اغاني تراثيه في الجاز في البلوز الامهات ديالنا شحال عزفوا الامهات ديالنا عزفوا هو سمح لي عزفوا صافي باش كبرونا Non, c'est vrai que la tendance d'abord dans la musique, c'est qu'on a fait des sonorités jdad. Parce qu'on a fait des sonorités jdad. دونك كاين واحد حتى واحد الفنان ماعرفش واش انجليزي ولا ايرلندي كياخذ الاصوات ديال لي ميترو تماك وكيرجعهم موسيقى فن الشبع هذا كيف فن شنو انت تكون الامور مرتاحتي تقلب على الميترو كان دات فيها ايوب على الويب سميتها ممنوع هي هو برنامج تونسي ياك وقلتي فيه صرحتي فيه بانك ما تتبغيش يعني تدوز في جمع في اي برنامج علاش ماشي ما كنبغيش ندوز في اي برنامج ولكن انا دائما فاش كيتصلوا بيا سواء الاذاعه ولا التلفزه كنسول شنو الموضوع ديال الحلقه شنو الاشكاليه شنو التيمه وهذيك الساعات كنشوف الا كانت مناسبني الموضوع على راسو العين مرحبا يعني حتى انا رابح في هذا الشيء انا رابح لي ميديا رابح في حاجه ولكن الا كان كاريزما سيدي الكاريزما منذ الصغر الكاريزما يعني ما تتقلبش على الشهره كنقلب على الشهره ما نكذبش على الله ولكن ماشي الشهره باي طريقه تشري لي لايك شويه نروح شي فيلم يعني شوف ايوب المشاط عقلوا على هذه السميه بعدا هدر داك العود بغينا نستمعوا معك مش ثقه عليه وتشجيع عليه صوتك اخي حميد الحضره انا الا جبرت شي مقطع فين ندخل غندخل ما جبرتش ما جبرتش ثم نكره نخليه يكمل صافي صراحه Thank you.
تبارك الله عليك ايوب المشاط، عقلوا بزاف على هذه السميه ايوب المشاط، عنده سيت ويب ايوب المشاط، عنده شانل يوتيوب ايوب المشاط، وبطبيعه الحال فيسبوك حتى هو ايوب المشاط. ميرسي تبارك الله عليك، شكرا بزاف. نورس خلاصه الكلام، خلاصه القول، ختامه معاك، كيفاش جاتك ليميسيون، على شنو بغيتي تهضر؟ نحاول ما نطولش، عندي جوج ولا ثلاثه الملاحظات. كنت شحال ديت نتفرج في البرامج ديال تونس ولا الجزائر وداكشي، كنت ديما تلوم على واحد الحاجه، تلقى سمع الفرنسيه والعربيه تنقول واش الناس واحد اخرين غتفهمها، زعما لمت في هذا المجلس شويه ديال هذا الاختلاط، ما كاين الناس ما تيفهموش، ولا كاين الناس اللي خصهم الدارجه تيحبوا عندهم غيره. حاجه اخرى الزربه اللي يهضر الفرنسي مزيان، ديروا لهم برنامج بالفرنسي دابا بالدارجه الاخوان الدارجه. حاجه اخرى الزربه، بحال دابا بالمره تتكلم انت ولا تتكلم الاستاذ، ما تنفرش انا من البعيد، زعما تيكون اوان كذب عليك الصراحه، عطاونا شويه نفرزوا واحد شي شويه. ولا ديباتور زعما الصراحه كانوا زوينين، كانوا زوينين. حاجه اللي بغيت نقول انا زعما في الموضوع، اللي خرج حتى بلا مضل زعما راه تصب عليه الشتا. انا زعما اللي فهم فهم، اللي ما فهمش ما فهمش، هذا هو اللي بان لي انايا. وشكرا. حاجه واحده اخيره، ديما لاحظت ان اللي تيهضر بالعاطفه تيجلب الراي ديال الجمهور، زعما ديما الجمهور حاولوا تفهموا حتى اللي ما تيهضرش بالعاطفه واحد شويه عنده ارقام. والله كتقول هذه الملاحظه وكتقولها بالعاطفه وتنعتطفهم، ما تبقاوش تحنوا غير اللي تيقول لكم اخواني احبكم. تصحاب الارقام صافا تصحاب. تبارك الله عليك اخويا نورس، شكرا بزاف ايوب المشاط. حميد الحضري كلمه اخيره تفضل. شكرا اسامه على الدعوه، وشكرا على هذا الديبا، شكرا على هذه ليميسيون، حيتاش بالنسبه لي سي ليميسيون تري امبورطون. نقولها بالفرنسي واخا هكذاك، بغيتك تغني لنا مقطع، عرفتي بغيت نسمع صوتك عافاك قبل ما نساليو. واخا نكلم الكلمه ديالي انت باش ما تنساش، وانت كتهضر على الزربه وكتزرب عليا. حبا حبا والله الا حبا والله والله. عنده الحق نورس، للاسف رجعنا كنخلطوا بزاف العربيه بالفرنسي، هذه ماشي حاجه سلبيه ولكن نقدروا نشوفوها حنا من لو كوتي بوزيتيف، حيتاش حنا عندنا قابليه اننا نهضروا بالعربيه والفرنسي بالانجلي وبالاسبانيول. هذه ليميسيون، هذه ايميسيون واعره بزاف، علاش؟ لان غتعطي فرصه للناس اللي كيحضروا معنا اللي كيديباتيو انهم يديفلوبيو بلوس لو ديبا ديالهم، وغتعطي فرصه للناس اللي كيتفرجوا على ان غتوريهم غتوعيهم بان لو ديبا، بان لو سبيتش ماشي غير اجي وهضر، خص الواحد يقرا، خص الواحد يتعلم، خص الواحد يمشي يشوف دي كوتش. Et le speech est très important. حنا العرب ولا المغاربه ولا الامازيغ كنا كنمتازوا باننا عندنا القدره على التعبير، البلاغه، ولكن حنا فقدناها مؤخرا. كنتمنى بان هذه ليميسيون يكونوا من لي زوبجيكتيف ديالها ان الناس يعاودوا يفتشوا على 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 الطرق بانهم يوصلوا الميساج ديالهم باحسن طريقه. جيسبر كنت انا نكون قدرت حاولت انني نوصل الميساج ديالي. ميرسي على الغناء. شي ما كنتش حافظ شي قطعه قبل، كنت نسمعك تغني واحد القطعه مغربيه رائعه صراحه. بارد وسخون. واخا يا بنت بلادي اللي جاتك ساهله، قال لنا راه بارد وسخون ولكن غنى واحد اخر. بنت بلدي سلبوني عينك، بنت بلدي سلبوني عينك، والزين اللي فيك قلبي كيبغيك، او الزين اللي فيك قلبي كيبغيك. اي اي يا بنت بلدي، يا بنت بلدي سلبوني عينك، بنت بلدي سلبوني عينك، والزين اللي فيك قلبي كيبغيك. اي اي والزين اللي فيك قلبي كيبغيك. اي اي يا بنت بلادي صغيرة ومزيانة، قرية وفنانة صغيرة ومزيانة، قرية وفنانة هكذاك حبيت انا. اي اي يا بنت بلادي تيلي لا ترارم بستي. Se no sé la poder de la fe de San.
برافو. ما كاينش ختام احسن من هذا الشيء. تحيه للجمهور، شكرا لك سناء، وشكرا لك بزاف كوتش ليلى نعيم، شكرا للجمهور اللي كان رائع. تحيه كبيره لمخرج هذا البرنامج وهذه الحلقه دريس سباع، بزاق دوميري، وكاع الدراري اللي خدموا وعاونونا في انجاز هذا ليميسيون جديده. نتلاقاو على مواقع التواصل الاجتماعي، جينتين هي الصفحه ديالنا، jentin@mediantv.com mediantv.com. الجديد نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه. ونقترح عليكم اننا نختموا ليميسيون بصوره رشيد كاريان، عيطوا لغسان وكريم اذا كانوا ماشي بعد، ونديروا سيلفي. بسم الله، التحقوا بيا. بسم الله، مرحبا.